هذه المرة سيتم إقرار الإجراءات والنظم والقوانين ذات الصلة يعني بالإعداد لهذه الانتخابات وتنظيم هذه الانتخابات من ما ستفرزه يعني من أفكار ورؤى لجنة الحوار التي نأمل في أن توفق يعني في الآجال القليلة يعني القادمة أو القريبة القادمة في الإعداد للجنة المستقلة التي ستشرف لوحدها ووفق ما تقره هي واعتبارا لمطالب الشعب ومطالب يعني كل الخيرين من هذه البلاد لما ستقره يعني سيتم تنظيم تلك الانتخابات الرئاسية في ذلك الإطار.